قال محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن وزارة الكهرباء لم تنفذ تعهداتها في تأمين حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية رغم الكثير من الاجتماعات على مستويات مختلفة. وأكد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أن صلاح الدين خصصت أموالا كبيرة من موازنتها ومع ذلك لم تحصل على نصف حصتها من الكهرباء. سيد دولة رئيس الوزراء المحترم سعد المحضور الحسن المقام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أني إذا كنت المحافظات استعرضت مشاكل النقل ومشاكل الإنتاج، أنا راح أعطيكم الآن محافظة صلاح الدين تكريت بيجي الشرقاط معدل التجهيز 4 ساعات، بقية المحافظة بحدود 9 ساعات. وهذا طبعا يعني السبب يعود الى قضيه نقل الطاقه، اجتماعات متكرره في وزاره الكهرباء من الشهر الواحد للشهر الثاني، وحددنا اخر شيء موعد يوم 15/6 تكمل محطه الاوتو اللي كانت من ضمن المقررات في الاجتماعات السابقه. وقبل اقل من شهر رحت للسيد وزير الكهرباء واتصلنا به مدير عام النقل وقال بانه يوم 15% انا اشغل، اللي هو المفروض البارحه يشغل محطه الاوتو اللي المفروض تجيب لنا 200 ميجا حتى تحسن واقع الكهرباء. هسه اتصلوا بي قالوا المديريه العامه اجلت اليوم 25، وانا متاكد يوم 25 ايضا ما راح تشغل. وهذه القضيه لا لها علاقه بالانتاج ولا لها علاقه باي قضيه او محددات خارجيه، قضيه عمل وتشغيل محطه اوتو هي موجوده. فاذا هذا الخلل من يدفع ثمنه بشكل مباشر وبدون مسببات وبدون ان نجد اعذار هو المواطن. طبعا بالمناسبة الطاقة المجهزة هي 105 فولت اللي هي أيضا قليلة، فإحنا يعني في موضوع الكهرباء حصتنا بحدود 700 حسب النسبة السكانية 700 ميجا، ما يصل إلى محافظة صلاح الدين منذ 4 سنوات هو 300 ميجا أو أقل، وهذه القضية ما تحل. وقامت المحافظة بتخصيص مبالغ كبيرة جدا لمال هذه الخطوط، لكن الجزء اللي يخص وزارة الكهرباء وهو تشغيل الأوتو واللي موعد متفق عليه من الشهر الثالث لم ينجز في الوقت المحدد، وهو تشغيل محطة تحويل ذاتية في بيجي.